نروح لمنتخب طيب اليد. طب نروح لمنتخب اليد اللي بيجري طبعا مسحة طبية الساعة 9:30 النهاردة استعدادا لمواجهة سلوفينيا بكرة يوم الحد في ختام مواجهته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ببطولة العالم مصر 2021 اللي بتستضيفها طبعا أرض مصر وبتستمر لحد يوم 31 يناير الجاري. ومن المقرر أن يخوض منتخب اليد تمرين في الجيم بعد تناول الغداء وبعدين محاضرة فيديو الساعة 5:30 قبل التوجه طبعا للتمرين الساعة 7:30. يعني خلاص قربوا جدا. ونجح منتخب مصر زي ما حضراتكم عارفين في الدور الأول في تحقيق الفوز على كل من تشيلي 35-29 ومقدونيا كانت النتيجة 38-19 وتلقى خسارة من السويد على آخر لحظة بنتيجة 24-23 قبل ما يفوز في الدور الرئيسي على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا. مباراة سلوفينيا صعبة صعبة ولكن طبعا منتخبنا الوطني قدها وقادر إن شاء الله أنه هو يحقق الفوز.